نجوم كرة السلة الأمريكية بالمغرب جولة ستقودهم لأربعة مدن، والبداية كانت من مدينة الرباط. هذه التظاهرة من تنظيم جمعية تيبو المغرب بتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. محمد بن تركا ومحمد ناصري. كرة السلة الرياضة الأكثر شعبية بالولايات المتحدة الأمريكية تحط الرحال بالمغرب. أدونال فيول وريث رايلي من نجوم اللعبة. ريث رايلي لاعبة للمنتخب النسوي الأمريكي ولنادي ميامي هيث ضمن الدوري الاحترافي لكرة السلة. أنا سعيدة بتواجدي هنا بالمغرب، هي المرة الأولى جئت لوضع خبراتي القصوى للشباب المغربي الممارس لهذه الرياضة. التظاهرة من تنظيم جمعية تيبو المغرب بتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المغربية. عندنا معنا جوج ديال النجوم ديال كرة السلة من أمريكا، وواحد سير هو كيخدم مع NBA International، ودرنا هذا البرنامج من سفارة أمريكية لأننا نحن بغينا نشجيا الجيل الجديد في المغرب يهتمون بكرة السلة، خاصة الدراري باش هم يدخلون هذا الميدان ديال الرياضة. عندنا علاقات رسمية جيدة بين المغرب وأمريكا، وهذا برنامج للشعب ومخصوصا للشباب. الشباب المغربي تجاوب مع نجوم كرة السلة الأمريكية، نجوم كنا نسمع ونشاهدهم فقط عبر شاشات التلفاز، لكنهم اليوم حاضرون بالمغرب. هذا الحدث هذا اللي هو 3-3 باسكتبول موروكو، واللي الوجود ديالو اول مره في المغرب، الهدف ديالو هو نشر هذه الثقافه ديال كره السله ديال باسكيت 3 اللي تنعرفوا اليوم. باسكيت 3 ولات رياضه اولمبيه، واليوم حنا فخورين وفرحانين بزاف لانه عندنا دي ستار نجوم من الان بي اي الدوري المحترفين الامريكيين ولاعيبه من دبليو ان بي اي والمدير العلاقات الدوليه ديال الان بي اي اللي جاوا باش يتحاوروا مع الشباب المغربي اللي تحبوا كرة السلة، والهدف هو نشر كرة السلة ونشرها بثقافة جديدة عن طريق ورشات وعن طريق أيضا مباريات مصغرة. محطة 3x3 باسكت بول موروكو ستجوب أربع مدن مغربية، فبعد الرباط فاس أزرو، والختام سيكون بمدينة الدار البيضاء.